هم اتخذوا اليهود والنصارى أولياء وخالفوا أمر الله، والله قال ومن اتخذوا منكم فإنه منهم والله لا يهدي القوم الظالمين. هنا صارت الفتنة الكبرى اللي دخلت بيوت الأرض كلياتها. وإذا بتتذكروا يا إخواني كل البشر كانت تحضرها بث حي ومباشر في كل تلفزيونات الكرة الأرضية، وهي بتحضر المذبحة اللي صارت في شعب العراق وجيش العراق. صحيح أنه أخطأ جيش العراق بغزو للكويت، بس لا يجوز أن ندخل الكافرين واليهود والنصارى ونقضهم أولياء ونقتل إخواننا المسلمين فيها. هو صار فتنة المسيح الدجال اللي دخلت كل بيت. لأنه شو بقول لأخونا بسورة النساء آية 60، بقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. طيب هنا اللي بزعموا أنهم آمنوا بما أنزل إليك القرآن الكريم وما أنزل من قبلك من كتب سماوية يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، شو معناتها؟ وقد أمروا أن يكفروا به ويرد الشيطان أن يضمهم ضلالا بعيدا. هم هون تحكموا إلى الطاغوت، الطاغوت هو الحكام الذين يحكمون بما خالف الله ورسوله. الله ولي الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الشيطان أولياءهم الطاغوت يخرجوا من النور إلى الظلمات. يعني هون صار عندك أنت في عندك أولياء لله وأولياء للشيطان والطاغوت. هو بيقول لك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، الطاغوت هو الذي وضعه الشيطان. أما الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، يعني الله ولينا، أما هم أولياءهم الشيطان، فتحكموا بالشيطان وحكم الشيطان وحكم الطاغوت وخالفوا أمر الله وكتاب الله. هنا صارت الفتنة للمسلمين، لأنه الأعور الدجال أكبر فتنة الله سبحانه وتعالى أنزلها على الأرض. بقول لكم يعني من زمن آدم ليوم القيامة عليه السلام لن تكون فتنة مثله. طيب هسه على الفتنة لما تكون واضحة وظاهرة، زي ما قلت لكم بيجي واحد أعمى أعور أفحج أجعد مكتوب على جبينه كهر، بقول لك بقرأ اللي بقرأ واللي ما بقرأ الأمي والكاتب، كيف بقرأ من أفعالهم وأعمالهم يا إخواني؟ طيب سورة النساء بآية 76، الله سبحانه وتعالى يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. عفوا يعني المؤمنون يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان، لأنهم أولياء للشيطان اللي بيحكموا بالطاغوت وآمنوا بيقاتلوا مع الطاغوت فهم أولياء للشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. طيب هنا سورة لقمان آية 21 يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. طيب وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، طب شو الله أنزل؟ القرآن الكريم، اتبع القرآن الكريم حكم الله. قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، يعني إذا آباءنا هسع بعصرنا بيتحكموا لأمريكا واليونايتد نيشن وكل مصير قضية، يعني صار لنا 600 سنة وإحنا قاعدين بنتحكم هيئة الأمم المتحدة، والله عمره ما أخذ قرار في مصلحة المسلمين، ما هم الطاغوت، هم أولياء للشيطان، بنروح بنتحكم عليهم مثل كتاب الله وبنتخالف وبنذبح ببعض. وبتقولي وين فتنة المسيح ده؟ والله يا ناس يا إخواني اللي ما بحق بحكم بما أنزل الله إنه كافر وظالم وفاسق. سورة ياسين آية 60، الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. الله سبحانه وتعالى عهد إلينا أن لا نعبد إيش؟ لبني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. الشيطان عدونا، هو اللي وضع الطواغيت في أماكنهم اللي خلاهم يحكموا بما يخالف كتاب الله سبحانه وتعالى. بس ليش فتنة المسيح الدجال حصلت في عصرنا وانتهى زي ما حكيت أنا؟
لأنه لو إجت بأي عصر من العصور ما في تكنولوجيا اللي هو إيش التلفزيون والمحطات الفضائية والأقمار الصناعية، والله ما حدا بيعرف عنها. يعني لو حصلت قبل 200 سنة يمكن مستحيل 40 يوم، يعني يوم كسنة مستحيل، يوم كسنة كيف بده يصير يوم كسنة؟ بس هو يوم كسنة لما تكون أنت مريض يا حبيبي، سنك بوجعك والله العظيم، الربع ساعة بتكون عندك كانها شهر. فتصور أنت تقعد يوم يومين وأنت بألم، بتشوف اليوم هذا كأنه سليم. هم قدروا اليوم كأنه يوم عزلي، شافوا اليوم طويل جدا. يعني أول ما صار معركة، أول ما صارت حرب الخليج، وجدت أمريكا ضربت العراق ودمرتها بأول يوم، والله العظيم بالنسبة لي كسنة. فيا أخوان لا تنتظروا مسيح الدجال إنه يجي راكب حمار ولا دابة وأعور، لأنه والله لو إجا وحكى لكم وأحيا لكم الموتى ما بتأمنوا فيه، ما أنتوا عارفين، كلكم عارفين إنه المسيح الدجال أعور وكذا وكذا، فلو إجا واحد أعور وسوى الشغلة هاي والله ما بصدقوا. طب كيف دخلت الناس بالفتنة وصدقوا؟ لأنه كل علماء المسلمين وافقوا على اللي صار في حرب الخليج، وهو بخالف كتاب الله، عشان يقول لك أشد الناس إيمانا رايحين يآمنوا بالمسيح الدجال، لأنهم هم ما بعرفوها فتنة. لو هم فكروا بعقلهم شو معنى الفتنة كان ما وقعوا فيها. يا أخواني شو معنى المسيح الدجال وشو معنى المسيح عيسى بن مريم؟ لا تأخذوا المسيح عيسى بن مريم كشخص ولا المسيح الدجال كشخص. زي مثلا احنا الدين الاسلامي عندنا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام رسول. لو في عندنا كمان واحد بده يدعي الكذب ويجي يقول لك انا ايش نبي، رايحين نعرف، احنا كنا رايحين نعرف. بس المسيح الدجال يا اخواني ما هو شخص، ودليل على ذلك هسه بعصرنا احنا اللي بيقرا واللي ما بيقرا، اذا بتطلع على الغرب والنظام الغربي اللي هو النظام النصراني الكاذب واليهود الكاذب، هل ما بشوف الكفر فيه؟ كل واحد مسلم بيقول لا إله إلا الله، بقول أخي كل حياته بكفر وبكفر، بقرأ أو ما بقرأ. يعني أضبك دليل، عيسى بن مريم عليه السلام شو قال؟ قال إنه إيش أنا عبد الله. وشو قال؟ ما قال عن حاله إله، قال أنا عبد الله هذا صراط المستقيم. هم شو قالوا؟ المسيح الدجال أو المسيحية الدجالية قالت إن عيسى بن مريم ابن الله. طيب عيسى بن مريم حكى لهم ما تزنوا، الزنا حرام. هم هسا في عصور في عصرنا إحنا من قبل حوالي مئات السنوات وهم بزنوا، الزنا عندهم زي صباح الخير. هسا في الغرب الإنسان إذا ما نام مع يعني بنته ما صاحبت وزنت وهي عمرها 13 سنة بوديها على طبيب نفساني. يا أخواني عيسى بن مريم حكى ممنوع اللواط وحرام اللواط. هسا في أكثر من 16-17 دولة أوروبية وغربية صار الرجل يتزوج الرجل والمرأة تتزوج المرأة. عيسى بن مريم عليه السلام حكى لهم إذا أخوك ضربك كف عليه وجهك خدك اليمين أعطيه خدك الشمال. أمي هون اللي بحكي لهم كلمة أو بعرضهم بدمروه بحطموه. عيسى بن مريم عليه السلام حكى لهم ممنوع الربا، أسع الربا في حياتهم كلها ربا بربا. حكى لهم ممنوع التعري، حياتهم كلها تعري بتعري. حكى لهم ممنوع الغش والكذب، كلهم بغشوا بكذبوا. فجرة إذا قاتلوا بفجر. هذا المسيح الدجال، نظام كافر كاذب ما في إشي من الدين الحق اللي نزل على عيسى بن مريم عليه السلام. بعدين مين اللي تبعوا عيسى بن مريم عليه السلام؟ لما كان موجود عيسى بن مريم في الأرض وإجوا وبدهم يصلبوه الحواريين، كان 12 حواري معه بس اللي آمنوا في عيسى بن مريم، 12 حواري 11 منهم ثبتوا معه وواحد راح خانوا. ومن بعدها بمدة جعلوا إله، وهو كان موجود بيناتهم، أحيا الموتى قدامهم وما آمنوا فيه، ما آمنوا في 12. فهسع في عصرنا يجي واحد يقول لك في العصر التكنولوجيا بعصرنا إحنا يقول لك أنا بحيا الموتى بتآمنوا فيه؟
والله ما بحب ما أمل فيه إلا الجاهل أو المجنون. والله السكرجي واللي ما بصلي والقمرجي واللي برابي واللي بزني لو إجا واحد وحكى لي رحيلك أمك وأبوك وبقول السماء نزل ماء بتنزل وبقول الأرض اخرج كنوزك بخرج الكنوز والله العظيم والله العظيم ما بآمن فيه. نحن بالقرن 21 يا ناس بدكم تقولوا إنه ما في تكنولوجيا راح ترجع الزمان هذا ما بصير الحكي هذا لسه أسماء اللي سيدنا آدم عليه السلام علموا إياها لسه ما انتهى طول ما إحنا بنلاقي أسماء جديدة ومسميات جديدة لن ينتهي التكنولوجيا راح نتطور ونتطور لسه أفضل بكثير. فيا أحبابي نرجع على السيف مش راح نرجع على السيف لأنه قبل البترول وقبل كل هالتكنولوجيا هذا صار لهم 1000 سنة ما بيستعملوا السيف كانوا يستعملوا البواريد والبارود مليان في الأرض مش بحاجة لا لطاقة قنبلة شو بيسموها كهرومغناطيسية بتزيل كل التكنولوجيا لو زالت التكنولوجيا مش راح نرجع للسيف نرجع لل الماء اللي هو البخار ولا بنرجع للفحم ومليان الأرض فحم وفي الطاقة الشمسية بنستعمل الطاقة الشمسية وفي الطاقة الهوائية الريح وبنستعمل طاقة المياه في مليون شغل بنقدر نستعملها احنا مش رايحين نرجع للخلف. عشان يا اخي احبابي بالله كبروا عقولكم واعرفوا الحقيقة المسيح الدجال ظهر وبين وانعرف لما ينزل عيسى ابن مريم هسه حتى روحوا على الغرب في اي بلد غربي قل له شو دينك بقول لك انا كان ابوي مسيحي كاثوليك ولا بروتستانت انا بأملش بشي انتهى. وكثير من النصارى قاعدين يدخلوا في الاسلام هسه في الغرب لما ينزل عيسى ابن مريم بقول مظلش المسيح الدجال بقول لك بذوب يعني النصرانية الكاذبة المسيحية الكاذبة بتكون قاعدة بتخف 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 ما بتظلها الا مثبتة ايش في بعض البلاد زي فلسطين لأنه إيش مكان الميلاد بظلوا إجا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وما آمنوا ومش راحين يآمنوا حتى ينزل عيسى بن مريم يقول لهم لا أنا مش ربكم أنا عبد لله كنت نبي ورسول وأنا هسع وجهي في الدنيا فاتبعوا الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. هاي هي فترة المسيح الدجال يا إخواني والغرب هم اللي مسيطرين على كل أموالنا وخيراتنا. هم يقول لك تلحقوا خيرات الأرض وكنوز الأرض والله يا عم كل أموالنا وكل مدخراتنا وعندهم احنا بس أرقام عنا يقول لك مئات المليارات عنا بأرقام بس المال كله عندهم الذهب كله عندهم كل كنوزنا الموجودة في مصر وفي السعودية وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي الأردن وفي فلسطين وفي كل البلاد وين موجودة بالغرب أكلوها ونهبوها. بقول لك معاه جبل خبز شو جبل خبز مين المسيطر على القمح في الأرض مش الغرب مش أمريكا. وإذا واحد خالفه بقول لك بخلي أرض ومحل وما بتشتي وما كذا شو معناته بتشتي يعني ما في رزق عندهم بسووا عليه حصار اقتصادي زي ما صار في العراق وزي ما صار بصير في الدول اللي بيحصلهم في كوريا الشمالية قاعدين بكلوا جرذان ولسه بتنتظر بواحد أعور يجي يقولكم أنا ربكم ويحيي الموتى والله لن يأتي. وبيجيك واحد بيقول لك إسرائيل العظمى ما صار والله لن يكون إسرائيل عظمى بعد اليوم انتهت إسرائيل هي قادة تحكم فلسطين تروح تأخذ من النيل الفرات من وين الجيوش بدها تجيب إذا الشعب الفلسطيني مش قادر يتحصل إذا غزة الحالة مش طالعين معها راس اللي بدعي انه حزب الله هو مش حزب الله لانه حزب الله له صفات مش بالذبح بذبح الناس المساكين والنساء والاطفال الحزب الحقيقي لله اللي ذكره يحبهم الله ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين اذا مجموعه في لبنان مش قادرين يطلعوا معهم راس كيف بدهم يحتلوا من النيل الفرات ما فيها الحكي هذا هذول ناس في عقلهم مخرب بفكروا حالهم علماء وهم والله ما بفقهوا شيء العلم كله في كتاب الله وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كل الأحاديث اللي حكاها أنا قلت لكم تفسيرها
يأتي على دابة، ما دابة بقول لك دابة، ما بين أذنها وأذنها 40 ذراع، الطيارة. وبقول لك عن فتنة المسيح الدجال، بقول لك إيش أحاديث خير الله بذكر عن المسيح الدجال، بس إذا بتتفكروا فيها بقول لك محجوز في جزيرة. لما كانت الديانة النصرانية وين موجودة أصلا؟ مزبوط يعني على زمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وين كانت موجودة؟ بريطانيا وأوروبا والجزر اللي موجودة هاي فيها النصرانية، ومربط بالجزيرة. مربط بالجزيرة شو معناتها؟ يعني عليه أعمال كثيرة، ما في عنده قوة ولا في عنده، بقول لك حتى يصير كذا ويصير كذا ويصير كذا ويصير كذا. وذكر إنه بحيرة طبرية تنشف، ما هي نشفت بحيرة طبرية؟ بالنسبة لنا كمسلمين إحنا نشفت، أهل فلسطين بيسترجوا بيقدروا يأخذوا نقطة ماء من بحيرة طبرية؟ وبقول لك تمر بسان ما بثمر، هو أصل أهل فلسطين بيقدروا يأخذوا حبة تمر من كله مصدر لأمريكا ولأوروبا. وقال سيدنا محمد أن تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، وقاتلنا اليهود. وقال لك حتى ينادي الحجر والشجر، وقال لك يا مسلم ورائيه وتعقتل، ونادى الحجر والشجر نادونا بس ما حد يتحرك، لأنه نشوف طفل صغير قاعد مع حجر وقاتل في دبابة وطيارة وإحنا قاعدين نطلع عليهم. مش معناته اليهود متخبي وراء الحجر، لا، الحجر بنادي تعال وراي يهودي، ما هي اليهودي قدام عينك، وانت شايفه قاعد بيذبح في الفلسطينيين، بيذبح في الاطفال، وبدمر المساجد، وبقتل في النساء، وعنده مساجين الاف الالاف المساجين المساكين المظلومين صاروا لهم عشرات وعشرين او ثلاثين سنه في السجون، ما حد يتحرك وسوى شيء. ولسه بتقول المسيح الدجال بده يجي؟ اي ظل فتنه اكثر من هيك؟ طب ليش المسيح الدجال بدخل كل الارض ما عدا مكه والمدينه؟ ليش؟ بقول لك عليها ملائكة مسلطة بالسيوف. شو ملائكة مسلطة بالسيوف؟ الملائكة المسلطة بالسيوف في نصراني أو يهودي بيقدر يخش مكة المكرمة؟ إن شاء الله رئيس أمريكا نفسه هسع أوباما بيقدر يخش مكة المكرمة أو المدينة؟ لا والله ما بيسترجي يخشها، لازم يكون مسلم ويثبت إنه مسلم ومشان الدولة السعودية تدخله يخش في مكة والمدينة. صح كلامي يا اخوان ولا لا؟ بعدين حكى لك بظهر المسيح الدجال لما يصير مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ابيض بالبياض، القصر زي كانه قصر. وامتى ظهر المسيح الدجال؟ امتى سووا المسجد المسجد النبوي صار محلل بالبياض؟ والمدينه اللي ذكرها انه بتهتز ثلاث هزات وبخرج منها المنافقين اللي فيها. يا أحبابي بالله، هل كانت يثرب على زمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اسمها المدينة المنورة؟ لا، بعد 300 سنة سموها مدينة منورة، اسمها يثرب على زمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. المدينة اللي ذكرها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هي العراق.